خويا تلقينا الخبر جميع اي فنان او اي صديق لسي محمود الإدريسي رحمه الله، يعني انه ضعنا في واحد الفنان كبير، وهاد كورونا راه باقا كتسحق في الفنانه وفي الناس كلشي، ماشي غير في سيدي محمود ولا فداره، فنان كثار اللي مشاو بهاد الوباء، ومن غير الفنانه مشاو حتى المغاربه كثار في هاد الوباء، وناس من العالم كامل ماشي غير. واخويا المرحوم كان فنان كبير، فنان طيب، فنان خلوق، فنان بمعنى الفن من كلمه، وكان رجل يتقن فنه، وكان رجل طيب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. العلاقة اللي كانت بيني وبينه أنه اشتغل معايا في واحد جوج الملحمات، وكان من الفنانين الكبار اللي أدوا الأداء ديالهم بواحد الكمالية واحد الجمال، وكيبقى محمود الإدريسي فنان من الفنانة اللي عندهم اسم مرسوخ في هذا الوطن الحبيب. تشوف أنها خسارة كبيرة للمغرب، خسارة كبيرة للفن، خسارة كبيرة للفنانين كاملين، لأنه فنان باقي إن شاء الله عنده أمل في الحياة، ولكن لله ما أعطى ولله ما أخذ. خي آخر لقاء كان بيني وبين سيدي محمود كان في سيدي بليوط، كان واحد الحفل وكنا مجموعين كاملين، وكنا يعني الحمد لله كان يعني هضرنا وجلسنا وضحكنا، ولكن منين جات كورونا ما بقى حتى لقاء مع سيدي محمود الإدريسي.